بعدنا اليوم مش عم نستوعب شو صار وشو عم بيصير حوالينا، بعدنا لليوم منوعة ونفتح السوشيال ميديا ومنصير نقول انه معقول هيك عم بيصير. هل هالشي هو عقاب من ربنا؟ هل هالشي هو ربنا عم بيقلنا توبوا ونحن ما عم نتوب؟ عم يرجع يقلنا انه اذا ما رح تتوبوا، مثل ما كتير عم نقرأ على السوشيال ميديا، رح يصير فيكن يلي صار بتركيا وبلبنان وبسوريا وبكتير انحاء العالم. اليوم في كتير هزات ارضية، ومن شوي كمان انا قريت انه كمان في هزة جديدة بتركيا. فالله يحمي الكل، والله يحط ايده مع كل الاشخاص يلي راحوا لهونيك ان كان سوريا او تركيا، حتى يساعدوا بانتشال الناس من تحت الانقاض. شيء كتير بزعل، ما بعرف شو بينوصف الشعور، لانه كلنا سوا بعتقد بعدنا لليوم مصدومين كيف الناس لكينا يلي موجودة ان كان بسوريا او بتركيا. قبل ما نستضيف بروي تيجاوبنا على كتير من الاسئلة اليوم، ونشوف شو خصو ربنا باللي عم بيصير. هل مزبوط انه ربنا عم بيضرب شعبه بهالزلازل او الامور يلي عم تصير بانحاء العالم؟ اليوم بروي رح يجاوبكم بكل سؤال بنقول فيه انه ليش ربنا عم بيسمح بهالشي، او ليش ربنا بخلي يصير في حروب، او ليش ربنا بخلي يصير في زلازل. اليوم رح نشوف مع بروي. ايه بروي، الله معك. اهلا، مش الحال، مش حال الصوت. واخيرا تحية لكل يلي حاضرين معنا رنا، وميرسي لك على الفكرة اللي طلعت فيها انه نطلع عن جد نحكي بهذا الموضوع بهذا الوقت. نحن بأمس الحاجة نحكي عنه عن جد ابونا، لانه بس تفتح السوشيال ميديا بتصير تقول يا اما في ناس عم بتصلي قدامك وبتصلي معهم من خلال كتاباتهم او الصلوات اللي عم بحطوها، او في ناس عم بتنكت وبتحس انه هودي الناس عن جد شو هدفهم بالحياه، خاصه بهالوضع الصعب اللي بيوجع، اللي بيخزق القلب من جوا. او في ناس قاعدين يقولوا انه ايه الله ضرب شعبه، الله هيك بده، يعني كأنه كل اللوم على ربنا. مشان هيك حبيت انه نطلع نحن وناخذ منك هالزواده، لانه ما فينا نقول الله محبه بذات الوقت نقول الله ضرب، بدنا نقرر يا هيك يا هيك. انا قبل ما نبلش حبيت اليوم ان صلي صلاه صغيره انا وياكم لكل يلي توفوا مين ما كانوا، اسلام ومسيحيه ومن كل الطوائف من كل الاديان، لانه بالنهايه في روح وقفت، في انسان بطل موجود بهذه الارض. مشان هيك رح ضوي شمعه على نيتهم كلهم قدامكم، ورح امين. اتركها كل فتره هذه الحلقه، يلا رح اتركها هون حدي، ورح اقول لك كل الاشخاص انه نحن معكم بالصلاه. اذا نحن مش قادرين نكون على الارض عم نشيل ردم او عم نساعد، نحن معكم بالصلاه، لانه قسوه الانسان اصعب بكثير من قسوه الطبيعه، ويمكن قسوه الطبيعه بتساعدنا نفهم او نحس او نقشع او نلمس الـ 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 الامور البشعه اللي موجوده بقلب الانسان واللي بطلعها بس ما بيلمسها وما بحس فيها. فالطبيعه بحس مرات هي بتعمل الواجب وبتفرجينا الدمار يلي نحن عم نعمله بحق حالنا وبحق انسانيتنا. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. ولأمنا مريم العذراء إلا السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. آمين. وهذه الشمعة هي نور، نور العالم، نور يسوع لنا. يعني بنقول نور يسوع، وبنقول وين يسوع من كل شيء عم بيصير. صح، وين يسوع؟ أنا حضرت سؤالين أساسيين رح بلش فيهم، وبعدين أكيد في ناس بلشوا يسألوا دغري، يعني بس حتى نقلع نطفي. أول سؤال هو ليش لماذا بصير في زلازل وأمور
بشعة بهيدي الدنيا من خلال الطبيعة، تسونامي، زلازل، براكين وما بعرف شو. أنا بقول لك إنه هذا السؤال العلم يستطيع أن يجاوب عنه. ليش؟ لأنه مؤمن بأنه الله اللي أعطانا الفكر والقلب وأعطانا الحكمة إنه نفكر، هو عم يسمح لنا إنه نكتشف مزايا وخصائص هالطبيعة وقانونها، فمن ميلة نحمي حالنا منها، ومن ميلة نستوعب شو بصير فيها، ونعرف إنه هذا الشيء ضروري يصير لحتى ينتظم الكون. فإذا العلم قادر إنه يعطينا قد ما بدكم أجوبة، وأوريدي أصلا عطيونا وحذروا قبل وقالوا إنه في هذا الخط اللي موجود، يلي صح. عم نحكي اليوم عن الزلزال، هذا الخط يلي موجود يلي معرض بإنه يكون عم بسبب زلزال بأي وقت، وفي 3 خطوط مختلفة وكل خط رايح لصوب منطقة. نشكر الله إنه هذا الخط كمان ما كان كتير بصيب بالمنطقة عنا، وإلا كنا اليوم نحن كمان في دمار شامل، واكثر بكثير من الدمار يلي عم نشوفه، لانه نحن اسم الله بيوتنا ومؤسساتنا وكل شيء عنا مرتب وخرج انه يصير في صح، هزه. والبنى نحن الارتداد التحتية. صح، بيكفي الارتدادات نحن لحتى نهبط الوطن. فهذا موضوع العلم بيقدر يحكي عنه، اما نحن بشو بنقدر نحكي؟ نقدر نحكي بلماذا يسمح الله يلي هو ضابط الكون ومنظم هذا القانون للطبيعة، ليش بيسمح انه يصير هذا الشيء؟ هذا الايمان بيقدر يجيب عنه، العلم ما بيقدر يجيب عنه. يعني العلم بيقدر يعطينا جواب انه كيف هالقصص عم بتصير، بس ما بيعطينا جواب شو الهدف منه او شو البعد تبعه على الانسان مش على الارض، لانه حتى بيقدر يعطينا جواب على الارض ليش بتصير وشو اهميتها. بس قبل، نعم هلا بنفوت شوي شوي بالحديث رنا، بس قبل بدي اقول لك شغله، بدي اقول لك منطق انه غضب الله، لانه هلا عم نحكي ايمان، نحن زحنا العلم على جنب لانه العلم بفسر طبقات الارض اللي بتتحرك وبترجع بتاخذ محلها، والسبب هو مرات الحراره الخارجيه، مرات ما بعرف حركه الارض مع الماي، مع ما بعرف، يعني انا ماني شخص عالم لاعطي هذا الجواب. بس نحن بنجي بنضرب دغري الموضوع وبنحطه بالله، وبنقول الله هو يلي غضب، هو اللي كسر، هو اللي عمل. أنا بدي أقول لك إنه هذا المنطق موجود على الأرض منذ بدء الكون، وبينبت هذا الفكر كل مرة بصير في كارثة، ولما يكون في شيء كارثة كتير كبيرة منعممها على الله بتصير كل الشعب عم بيقول غضب الله، ولما بتكون على مستوى صغير بنقول غضب الله على بيت أو على عائلة بحالة موت أو حدا أو شخص. يعني دائما بس تصيبنا المصيبة على المستوى الشخصي بنقول الله غضب على هالعائلة، الله غضب على هذا البيت، الله كذا، وإذا على مستوى كبير الله غضب على الكون، والله عم برب الخليقة، والله عم برب العالم، وبنصير ناخد حسب المنطقة بنقول من ورا جرائمهم، من ورا قتلهم، من ورا دينهم، من ورا أفكارهم، وبنقول لهم ها بتستاهلوا لأنه أنتم بتفكروا بمنطق غير منطقنا، بطريقة غير طريقتنا، أنتم بتستاهلوا. وحتى مرة قريت انه يعني سوري بدي احكيهم، لانه رنا انا معك بهذا البرنامج بنحكي كانه قاعدين بأوضة القعده. صح ففي ناس كتبوا انه انبسطت حولتوا ايا صوفيا لجامع، تفضلوا هذا ربنا عم بربيكم. وناس تانيين كتبوا وحطوا انه كمان مسيحيين، هو عم نحكي رجعوا الموضوع عفوا، بس قبل ما اكفي بدي اقول انه نحن عم نحكي مسيحيين لانه نحن مسيحيين، بس كمان في اسلام ما قصروا كثير ابدا، لانه بس يشوفوا كمان مسيحي مات بيقولوا ما تترحموا عليه. يعني في تشدد من كل الناس، وسوري على الكلمه، غبا عند كل صح هالناس، لانه لحظه الموت بنصير كلنا تراب شو ما متساويين. كان لوننا وديننا وشكلنا. صح فتكفي هلا، بس احلى ما نفكر نحن عم نقصف بس بحالنا. ففي ناس كمان مسيحيين بردوا لصدوم وعمورة، تنعتبر بيقولوا لك انه ايام العهد القديم بصدوم وعمورة من وراء الامور الفلتان الجنسي والفلتان المجتمع اللي كان عم بصير، الله دمرهم. انا هيدي الفكرة على طول بخدها كأنها رسالة أو صورة، مثل حتى الزلزال يلي اليوم عم بصير، بس ولا مرة بقدر استوعبها إنه غضب الله. لانه بنفس الوقت يلي نحن عم نحكي انه بهالمنطقه عم بصير هاي القصص، في مناطق بغير محلات بالعالم يا محلى يعني محلى اللي بيكون عم بصير بهذا المحل. يعني رح ارجع صغرها على مستوى بنايه، اعتبر توفى شخص ببنايه عند عائله، بنقول هذا غضب الله على هالعائله، تحته بيكون في باب دعاره، وليش بده يسيب البيت اللي فوق
عم جرب وصل الفكرة بليز، يعني مش العالم هيك ياخدوها بيسألوا ببساطتها. الناس، مش هيك بيسألوا الناس. يعني هون انا بدي اقول يعني هيك بين هلالين، وبدي اوجه تحيه لاصدقاء مشتركين الي والك ابونا، يلي هن باتريسيا ووسام شماس، يلي ابنهم يوان انتقل لعند ربنا صح وحولوا هالجرح وهالانكسار لمسيره صلاه. بنجتمع كل ثلاثه نصلي المسبحه اونلاين او عندهم بالبيت، يعني ونحن ويمكن اول ما انتقل في كثير ناس قالوا انه ما بيستاهلوا، ما هن منيح، هن كويسين، هن مش عاطلين، هن مش فاسدين، يعني زيت المنطلة اللي عم تحكي عنه بس على منيح. صح 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 لانه حسب كل واحد كيف بينظر للموضوع، حسب قديه، وهذا اللي بدي اوصل له، اللي بلشت صار لي ساعتين مقدمه، قديه فاهمين الله نحن بهذه الدنيا. يا جماعه الانسان الله مشي معه مسيره طويله لحتى يوعى ويتقدم ويفهم اكثر ويستوعب، مش بذكاء لوحده. يعني اليوم بيجي الملحد بيقول لك ها شفته، بس بلشتوا تفهموا اكثر، صرتوا تعرفوا انه هذا الله مش موجود والله غلط. لا، مش بهالمنطقة عم نحكي، عم نحكي انه الله عم يسمح انه نفهم اكثر امور الحياة وامور الطبيعة، لانه هو اللي عطانا الذكاء والحكمة لاصلا نفهمهم. فمنشان هيك وقت اللي نحن بنشوف العهد القديم بنشوف انه منطق البشر كان هيك يفكر، لانه ما بيستوعب الله، فشو ما بصير معه بيقول الله غضب، الله عمل، نقلا عن الاديان اللي كانت محيطة فيهم، لانه دائما بس يتشاركوا الكالتشرز مع بعضهم بياخذوا من بعضهم. اليوم كنت بعدني بحديث مع ناس انه نحن المسيحيين بلبنان اخذين كثير مثلا من الاسلام، والاسلام اخذين من المسيحيه، فمرات ما بنميز ايهم لالنا ايهم لالهم. يعني الخرز الزرقاء للمسيحيه، في مسيحيه بيلبسوها بس ما خصنا فيها، النضو لالنا مش لالنا، في كثير امور تتداخل. فبوقت تداخلت كثير اديان ببعضها وصار المنطق المسيحي لمن بيكتب صحيح بوحي من الله بس انطلاقا من الواقع اللي عم بيعيشه، بس يشوف شغله قاسيه بيقول الله ضرب، الله غضب، مثل ما كانوا الاديان اللي حدهم يقولوا اذا رعدت الدنيا يعبدوا اله الرعد، ولمن ترعد كثير يصيروا يصلوا له انه بليز خفف عنا رعدك ويقطع الشتاء ويقطع فصل الشتاء، يقولوا انه هالاله رضى زين. عنا هلا لفتره معينه هي بتكون الصيفيه. ف هيدا كله ربنا مشي معنا مسيرة طويلة لحتى نبلش نستوعب، لنبلش نطلع من هيدا المنطق مع يسوع المسيح. وهون بدي أقول شغلة كتير مهمة، وفي يمكن كهنة بيقولوا غير اللي عم بقوله، بس أنا اختباري هذا اللي بيقول هيك، ما بقى فينا نقرأ العهد القديم قبل ما نفهم يسوع ونقرا العهد الجديد وننغمس فيه ونستوعبه تنقرا على اساسه العهد القديم، مش العكس ابدا. في ناس بيقولوا تعالوا جيبوا الكتاب المقدس وبلشوا من العهد القديم، ما تبلشوا دغري من العهد الجديد، مش مزبوط، لانه بعد عم نستوعب الله غلط. يسوع المسيح اقريه كل حياته، اقريه كل مسيرته على الارض، حياته الارضيه لانه هو الله، اقريه كل مسيرته على الارض، وين حكي عن غضب يقتل، وين حكي عن تربية بتأذي، وين حكي عن بي ما بيقبل المريض وما بيقبل الجوعان وما بيقبل ابنه اللي ضاع وراح صرف له كل مصرياته بمثل الابن الضال. وين شو هالالله اللي ما ضربه كف بس رجع، شو هالالله يلي غمره قبل ما يكفي حديثه، شو هالالله يلي رجع شركه بممتلكاته ولبسه الخاتم وعمل له كل شيء وهو كان ضايع. هو ذاته هذا قرر انه هذا الالله ذاته قرر انه يفجر ابنه الثاني هيك لحتى يربي فيه اولاد عمه. يعني مش مقبول، مش مقبول بقى هذا المنطق. انا رح اقرا شغله صغيره بمتى 23، وهلا بس انا رح اعمل هالمقدمه صغيره وبعدين رنا بنفتح مجال للاسئله والحديث. بمتى 23 بالفصل الرابع بحذر الله، بالفصل عفوا بمتى الفصل ال24 بالآية الرابعة بيقول فأجابهم يسوع انتبهوا لئلا يضلكم أحد. هذا الضياع بذاته، هذا الحديث عن غضب الله وحديث عن تشويه سورة الله بهذه الطريقة هو الضياع بذاته. غضب الله موجود، غضب الله موجود بمنطقنا. هلا كلمة غضب ما بعرف قد ايه بتركب على الله او بتعطيه الصفة المضبوطة، بس هودي المفردات الموجودة بين ايدينا. بس الله نعم حي فهو يتفاعل معنا،
وواحد من تفاعله هو لما يحزن علينا ولما يزعل علينا ولما يربينا. فهذا النوع من الغضب غضب مجبول بالحب. فكل واحد يقعد يفكر ما نوع الغضب يلي بيطلع من الحب إذا أنا باي، ويشوف إذا ممكن يطلع هيك شيء يقتل، أكيد رح يلاقي لا. فالله يحذر: سيجيء ناس كثيرون من تحليل اسم يقولون أنا هو المسيح، يخدعون الناس، تسمعون بالحروب وبأخبار حروب. نحن الحروب نعطيها لربنا، منقول هو اللي عم بربي، هو اللي سمح بالحرب لحتى نتربى وما بعرف شو. إياكم أن تفزعوا، فهذا لابد منه. بينما كلام ربنا شو؟ كلام ربنا عم بخبرنا انه في حروب وعم بيقلنا ما تخافوا، بيرجع بكفه. ستقوم امه على امه ومملكه على مملكه. ونحن اصلا بهلا بوضع، ما بعرف اذا انتم ناسيين انه في حرب دايره بالعالم، وهيدي الحرب غير الحروب الصغيره والنتوشات الاراوند ذا وورلد، هيدي الحرب الكبيره ممكن باي فتيشه تؤدي لحرب عالميه. هيدي نحن مش دارين فيها. بكره بس تبلش بنقول وينك يا الله؟ وينك يا الله؟ فينا هلا نوقف الحرب، فينا هلا نوقف كل هودي القصص. ربنا عم بحذرنا ويقول لنا رح تسمعوا بحروب، ما تخافوا، هيدي منا الاخره. والممالك رح تقوم على بعضها، والممالك العظيمه الكبيره اليوم نحن اللي بتتحارب مع بعضها على اراضينا وعلى اراضي غيرنا. وتحدث مجاعات، وينك يا الله؟ عم بيقول لنا في مجاعات. وزلازل في اماكن شتى، حتى الزلزال مثل ما هو مذكور بالإنجيل، وهذا كله بدء الأوجاع، لأنه الإنسان عم بيروح صوب الشر. ما رح كفي طويل أكيد، بس رح أخلص بالآخر وقلكم من يصبر إلى النهاية يخلص وتعلن عفوا ويعم الفساد. بيقول وتبرد المحبة في القلوب. بمطرح تاني بيقول ربنا إنه وحين تفتر المحبة تكون النهاية. فإذا كل هالقصص يلي عم نشوفها بعين ربنا ما إلها قيمة، هي أمور لابد أن تحدث، إن كان شيء طبيعي، إن كان شيء خيار إنساني، إن كان شيء قرار بشري، لابد أن تحصل ورح تسمعوا فيها ورح تعشوها. ولكن النهاية يلي بيحكي عنها ربنا، أو الخطأ الأكبر يلي ممكن ترتكبه البشرية، هي لما تخلص المحبة. هاي مشكلة ربنا معنا. الباقيين كلهم لا يتدخل الله، يتدخل في الحب، يتدخل في القلب الذي يحب أو لا يحب، وبيعمل كل شيء حولنا حتى يقدسنا بهذا الحب، بيحرك كل شيء حوالينا. منشان هيك مرات حتى إذا بمثلنا شخص، بالنسبة لنا نحن بنحزن، بالنسبة للشخص يمكن الله خلص نفسه وهلأ وقته انه يكون عم يحضنه في الملكوت. مين ما نحن لنقرر عكس هذا الشيء، ومين ما لحتى نقول انه هذه مش محبة الله لنا. فإذا محبة الله تعمل في حتى من خلال الشر يلي نحن بنشوفه شر من أجل الخير العام. ما رح كف بقى أكتر، رح انهي بآخر فكرة. رح أقول على المستوى البيولوجي الطبيعي، الهزة الأرضية مثل اي شيء تاني فيها خير بذاتها، لانه هي اعاده انتظام للارض. وين الخير؟ رح قلكم وين الخير. شيلوا له الابنيه والجسوره وكل شيء الانسان عمله. لو نحن بعدنا عايشين مثل ايام زمان وصارت هالهزه، مين بيموت؟ ما حدا بيموت. هيدي الطبيعه يلي عم ترجع ترجلش حالها. تاني شغله بدي اقولها، ليش معقول يموت هالقد عدد من الناس؟ لأنه عم ينزل أبنية، صح ولا لا؟ في شيء غير؟ في سبب تاني؟ عم تبلع الأرض؟ عم تفتح الأرض تمها وتبلعنا؟ لا، عم تهبط الأبنية. أي أبنية؟ الأبنية العتيقة، الأبنية اللي مش مرممة، الأبنية اللي مش معملها صيانة، الأبنية يلي قاعدين فيها المعطرين والفقراء. منقول حرام هودي المعطرين والفقراء، لأنه معطرين وفقراء عم تهبط عليهم البنيات. لأنه نحن بذكائنا وحكمتنا منعمل قصص بهيدا الدنيا ومنعمر بنيات وأبنية، بس ما منهتم فيها ولا منكفي للخير العام تبعها. من هيك بتقلب علينا كل شيء مشاريع نعمله بدون حب، بيقشط علينا. بليز ضروري تفهموا هيدا الفكرة. ما في شيء بالأرض إذا نعمل بخير بيأذينا، لو بدها تهز الدنيا كلها ما بصلنا شيء. بس فكروا، ملايين من الدولارات والمصاري والأموال تدفع على النووي والصواريخ والمعدات كرمال الحروب. هيدي الملايين إذا منرمم فيها أبنية
ومنثبت فيها ومنعمر بنيات غير تجارية، غير تجارية. لأنه شوفوا مثلا بلبنان الأبنية التجارية بعشر سنين بتبلش تهر على على راس اللي قاعدين فيها بدون هزة بدون شيء، وإذا نزلت بدون هزة وينك يا الله؟ نرجع لنفس الفكرة، عم بربي البناية والحي والشارع. سوري أنا منفعل شوي بس لأنه هذا الموضوع صار بيزعجني. نحن بإيدنا أعطينا الله ذكاء وحكمة وعقل لحتى نبني ونعمل ونتطور، بس بالحب ونعرف نتصرف مثل الوكيل الأمين لنحمي هود الناس. الأرصاد بتعرف إنه رح يصير في عاصفة، تقدر تحمي الناس وتأمن لهم، بتعرف إنه معقول يصير في زلزال، ترمم الأبنية أو تلاقي لهم أبنية جديدة لهود الناس يلي ممكن تقشط على راسهم وبنيتهم. بشو؟ بالمال اللي عم تدفعوه من أجل الحروب. ليش وقت الزلزال، ليش وقت اللي تقلب المصيبة يتكاتف المجتمع كله مع بعضه وبصيروا يقدروا يساعدوا بعض حتى الأعداء؟ في بلدان عدوة بعتت مساعدات لبعضها، ليه؟ مش هيدا أكبر علامة من ربنا من قلب الشر يلي نحن شايفينه شر؟ مش أكبر رسالة من ربنا يقلنا يا إنسان أنت هالقد حجمك، وإذا ما كنت إيد بإيد مع خيك الإنسان ما فيك تكفي بهيدي الحياة؟ أنا هيك بشوف الزلزال وبشكر الله على الزلزال، لأنه مرات الأسس الطبيعية بتوقف حروب وبتوقف كلام حقد وكره بين الناس وبتوقف كبرياء عند بعض الأشخاص والزعامات، وبترجع بتردنا لحجمنا وبترجع بتحرك الإنسانية فينا يلي انطفت، وبترجع بتشلنا شوي تركيزنا وتفكيرنا عن المصالح والماي والبترول والتجارة والصناعة، وبترجع بتشوف إنه في إنسان عم بينزف وإنسان عم بيوقف نفسه، وبنقول إنه هذا رح يصير معنا كمان يوما ما. خلينا نتكاتف. أكبر رسالة هو الزلزال للحب، أكبر رسالة حب إذا بدي أنا أربطها بربنا، بدي أقول له شكراً يا ربنا إنك بتقدر تطلع من الشر خير وتعلمنا نتكاتف، بدل ما أقول له إنه أنت اللي عملت الزلزال، لا، لا عم يربينا ولا عم يقتلنا، هذا كله شيء طبيعي وممكن يصير، بس المش طبيعي إنه نحن نهدد بعضنا بزلازل نووي وحروب ودمار ونلاقيه شيء طبيعي، بينما بس يصير شيء عادي بقانون الطبيعة بنلاقي إنه ربنا هو اللي عم بيعمله. أنا مش رح أسكت لأنه إذا بضل مكفي بعد بفتح لك أكثر. لا شكرا. بالعكس، مبسوطين فيك. اصلا كنت عم تقول شيء انا كتبته بس بعد ما نزلته امبارحة، كتبت من عشية لانه ما كنت اقدر نام، وبعتقد حال كل الناس. يعني صرت افكر اذا معقول يصير في هزة تانية، وهيك كنا عم نحكي انه قد ايه واحد بده يكون، انه قد ايه البنايه اللي نحن فيها سيف. بقى قال لي جوزي، لانه عم بيقول لي رنا انه كل حدا معمر بضمير بكون مرتاح على البنايه اللي هو صح فيها. صح صح يعني بدي اذا خبرك ما انه شغله. حاطط بيتهم كفايه، ما انه حاطط بحث كفايه، ما انه حاطط، يعني رح تهر البنايه بزلزال ولا بعاصفه؟ صح ضروري زلزال. بدي خبرك شيء، نحن منا عايشين بعالم منه مثقف وذكي وواعي، والعلوم كلها اللي عم بيدرسوها شو لها طعمه بالجامعات؟ شو لهم طعمه عم بيروحوا يدرسوا هندسه ويظهروا يتخصصوا برا؟ اذا ما بيعرفوا انه هيدي الحديده وهذا البيتون ما بهدي لزلزال 7 درجات مثلا، ما في مينيموم، في تقدير المينيموم يلي بينعمل. انا بالحي يلي اهلي عايشين فيه، في البنايه اللي هن فيها، وفي بنايه حدهم صاحب البنايه هو خبرنا كيف لما كان عم بعمرها اخذ بعين الاعتبار الزلزال ودرجه الزلزال يلي ممكن يصير حتى ينقي نوع البيتون ونوع الحديد ونوع كل شيء. فلو قد ما يعني في ليمتس معين اكيد أكيد للزلزال بيوصل له، أكيد ولا ممكن تنزل البنايه، ولا ممكن تنزل. بينما في أبنية تانية لك إذا الارتدادات بتنزلها مش الزلزال، وهيدا ارتدادات اللي شفناه. الزلزال. صح 100%. بدي أسلم على كل يلي عم بعتوا لك. ماما منى بتقول بكيتنا يا أبونا. فادي بنسلم عليك، عم بقول لك كفي كلامك من القلب طالع. نصيف عم بقول الله يطول بعمرك أبونا، ضلك توعد ضالين عن حب ربنا لأولاده. بدي أقول شغلة، بالإنجيل اللي قريته كتار من الناس حاطين هيدا المقطع على السوشيال ميديا، وانا هيدا اللي كتير استفزني تحكيتك وانه نطلع لايف. حاطين هيدا الشيء، وهيدا سوري هيدا الايه من الانجيل، وشو حاطين فوقه؟ حاطين انه قربت نهايه العالم، مثل كانه عم ببشرونا انه في زلازل وين ما كان. هلا يعني هلا شوي كمان وصل لي نوتيفيكيشن في زلزال 4 فاصله كمان بتركيا، عم بيكون في زلزال كمان كان بامريكا، في حروب بين روسيا وبين اوكرانيا وبين امريكا وايران وكلها. يعني انه وين ما كان نحن اوريدي عايشين حروب بلبنان، حتى لو ما كانت بالسلاح عايشين حروب لانه كلنا على الارض. بقى
كلهم حاطين انه مثل كانه يلا خلص الدنيا، انه خلص هاي نهايه العالم، انه ربنا عم يبشرنا من خلال هالانجيل انه خلص قربت. يعملوا معروف يقرأ الإنجيل للآخر، نهاية العالم حين تفتر المحبة. هاش تضحك بقى يا عمي، أي غبي. أنا مني إنسان غبي، أنا مني كاهن حامل اسم يسوع بغبا، بس إنه يابا بحب يسوع، يلا فلنتفاصح، خليني أنا أبلش أفقع بهالأخبار والقوانين والاجتهادات هيك الشخصية اللي أنا بحلم فيها. في حقيقة واضحة منذ موت المسيح لليوم، 600 ألف مليار زلزال صاير، وبراكين وحروب وحرب عالمية أولى وثانية، وإجا معهم أوبئة بذات الوقت. هديك مش نهاية العالم؟ لك حش نتفلسف. نهاية العالم صح يمكن تكون قريبة، بس مش بهالمنطق، بمنطق قلة المحبة. إذا بدنا نكفي هيك بقلة المحبة رايحين على نهاية العالم. يا عم صدقوني رايحين، لأنه مين بيمنع اني انا افقع صاروخ نووي وكسر الدنيا غير المحبة، غير الانسانية يلي زرع، غير الخير يلي زرع الله فيي. شو بيمنعني؟ شو بيمنعني هيك يطلع عبالي، يطلع فجأة زعيم جديد ويقول انه انا والله بنبش التاريخ، وبيطلع انه في شقفة ارض صغيرة فايتة على قلب البلد لحدي، انا بدي ارجع استردها، وبيفتح حرب لانه مش راضي ومش مقتنع بحدود الارض تبعه. مش الدول كلها محددة اراضيها؟ مش الدول كلها قادرة تعيش وتاكل وتتاجر مع بعضها؟ شو بعد إلها تعمل حروب اليوم؟ مش هي بس لتوسيع رقعة القوى والسيطرة والسلطة بالعالم والمال والربح والمادة للسيطرة أكثر على البلدان الفقيرة؟ شو في أسباب غير؟ ولك يجي حدا يخبرني شو في غير سبب؟ ما في أسباب. جشع الإنسان وطمعه وقرفه بهالدنيا منذ أن أكل من شجرة الخير والشر، وهو قرر بده ينقي شو الشر شو الخير وشو الشر، وهو بعده اليوم بيفتك بهيدي الدنيا وبشيل الله لحتى يقدر يعمل اللي بده إياه. من أصغر عمل ببيعة بشارع بمحل صغير بسيطر عليه واحد بالشارع لأنه مقتدر، لأنه معه مصاري، وبيبعث على كل الفقراء بهذا الحي الصغير وصولا إلى العالمية. تفلسف قد ما بدك رنا، بس الحقيقة واضحة. الإنسان يا إما بيرجع لوصايا ربنا، وصايا ربنا المبنية على أحبوا بعضكم بعضا وافعل لغيرك ما تريد أن يفعله لك، يا إما بنرجع لهودي، يا إما 60 سنة على هالأرض إذا بتبقى، لأنه أصلا ما بقى لها طعمة. شو بدي بالبيوت والمصاري والشركات والتنظيمات اللي خانقتنا وقاتلتنا واليوم سرقتنا، وهودي تنظيمات عالمية كلها، شو إنهم وفجرتنا. طعمة إذا ما في محبة وكرامة وأخلاق بعد؟ شو في؟ شو إنهم طعمة؟ تيجوا بتقولوا لي نهاية العالم؟ نهاية العالم هو تفتر المحبة، ما في شيء تاني. لا الزلازل علامة نهاية العالم، ولا البراكين، ولا الحروب، ولا شيء، فقط قلة المحبة. إن شاء الله بصير زلزال طويل عريض بس بيجمع الشعوب حتى يرجعوا يحسوا ببعضهم، هيدا منه نهاية العالم. لك هيدا بعده الزلزال، عفوا الزلزال ارحم من قلوبنا، صح ارحم لانه جمعنا ولانه عرفنا على حالنا ولانه حجمنا. شكرا للزلزال. تعرف ابونا يعني بثواني شو 40 ثانيه بلبنان حسيناهم انه شيء نص ساعه شوي، ب 40 ثانيه عن جد كنا ما بعرف وين صرنا. واكثر سؤال امبارح كنت عم ناقش فيه عشيه انا وجوزي، انه قد ايه الواحد مستعد، انه هو انت مستعد اليوم انه تشوف وجه ربنا. يلا رح نقول ميالي، رح اجاوبك على السؤال، انه نحن مستعدين. انا اليوم اذا اعتبر اليوم صار زلزال وودعتكم، اذكرونا تبقوا بالخير، ابونا تبقى صلي لنا. بعيد الشر يا عم، انه بعيد قد الشر. ايه واحد، انه قد ايه واحد، لانه صار يطلع كثير اخبار ليلى، طب تعرف وارتدادات وممكن وثاني يوم، وهلا اليوم هيدا كمان عم يلي حكي عن زلزال تركيا، كمان قال انه ممكن يصيب لبنان وسوريا وتركيا كمان زلازل هلا قريبه وهيك. صح، المهم ممكن، كله ممكن، ايه ممكن كل شيء ممكن، ممكن واحد ينام ما يقوم، يعني الموت بس حق رنا، على الكل. بس بس رنا بدي اقول لك كتر خير الله، يعني احنا اليوم ما رح يصير فينا مثل ما صار غير محل، لانه نحن كتر خير الله، نحن عندنا دولة، نحن بنياتنا بتجنن، طرقاتنا طبعا بتجنن. انا بقول لك اذا صار زلزال مثل هيدا بلبنان بيكون انتقل لبنان مثل ما هو، مش الشعب ولا الناس، انتقل لبنان من هون على غير ارض. لانه والله ابونا معلومة، لانك فتحت هذا الحديث كمان او انا فتحته، بدي اقول لك شغلة رنا،
انا انبسطت بالتكاتف الانساني يلي صار، وانه بعتنا مهندسين وضباط وفرق انقاذ من هون لتركيا، طالب أحمر وكمان مدني نعم، وجهه تحية وبظن كمان فتحوا المرافق وهذا كمان المساعدات لسوريا، وما بعرف اذا بعتوا كمان ناس على سوريا. يعني هذا الدعم يلي فكر فيه لبنان انبسطت فيه كتير. بس انا عم بقرا الخبر، ما انت بتعمل سكرول تحته، عم بيغرقوا سيارات بالدكوانة من ورا الماي اللي طايفة، والعالم عم تخترب بيوتها، السيارات معوم من الماي لفوق. لك يا ريت بتعملوا، يا ريت عن جد بقشت لك انا امبارح قلت يا شو ريت بدي اقول لك؟ يساعدونا قبل ما يساعدوا برا. هلا اكيد هونيك يعني لك مصيفه وبعده، بيكفي بس انا قريت المسرحيات. انه الرئيس مقاطع عم بيشيد وعم بيقول نحن لمساعده. صرت اقول انه اذا هو لمساعده يا ريت بيساعد طرابلس اللي على طول منكوبه بشتي وبلا شتي وبزلزال وبلا بلا زلزال. يعني بيكفي بيكفي. شو بده الواحد يحكي ابونا؟ بس بدي اقول لك شغله، كنت عم تحكي من شوي عن روح الشر وعم تحكي انه الناس يلي مات ضميرها، ما نحن عشنا زلزال ب4 اب بعده لليوم عم بيرجع يوعى فينا، اصلا ما نسيناه ولا نام ولا شيء. وزياده عن هيك، طب شو عملوا مهني؟ ما اللي خزن واللي جاب واللي بيعرف وينو الامونيوم حطوه، ما هو كلهم كمان هو شو هو هن عارفين. وبدل ما صح يعملوا بتركيا اخلاق مثل ما كان عم بيقول الشخص يلي هو مختص يعلن انه رح يصير في زلازل، نحن عرفوا من اكبر الهرم لا اصغر واحد بالهرم، عرفوا ما اخلوا الدنيا ولا عملوا شيء، تركوا الناس تموت عادي ولا كانه في ناس ولا كانه كله. ومين اللي عمل الانفجار بالمرفأ؟ ربنا. مين؟ ما حدا. وكان عم بربينا ربنا، لا ربنا. في حدا، في الله. دايما حرام الله له حصة من قرفنا، ايه دايما الله له حصة من قلة محبتنا، دايما. يعني عكس الله بنلزقه فيه، واللي هو الله ما بنعترف فيه. الحب والرحمة والإنسانية اللي هن الله ما بنعترف فيهم، اللي هن جزء من حالنا. بس ايه انانيتنا وكبريائنا ومصلحتنا بنعملها للاخر، ومتى احترق دين الدنيا بنقول له لربنا اتفضل غضب الله، ايه بسطته زعلته، يلا زعلوا بعض. وبعت لنا كورونا وبعت لنا كثير اشياء تانية صح. ايه بس بدي ارجع هو بعته لفوق، في صح. حدا عم بيقول يوسف حكيم عم بيقول شريعة الإنسان البعيدة عن محبة الله يا محلى شريعة الغاب، لأنه بالغابة الحيوان بياكل وبيشبع، أما الإنسان البعيد عن الله بعيش بشريعة الأنا أخطر بألف مرة من وحوش الغابة. 100% معك حق. بدي أسلم على صديقتنا ريما رحمة حبيبة قلبي، الزلزال أرحم من قلوبنا القاسية، هيدي الحقيقة القاسية. مزبوط رمروم، اشتقت لك. آلين عم بتقول أبونا هل ذكر بالإنجيل عن نهاية العالم؟ ما المشكلة كمان، هل هو نهاية العالم أم دمار العالم؟ يعني شو بيقصدوا الناس لما بيحكوا دمار يعني العالم؟ بلكي ما المجيء بعرف. الثالث، نعم، بلكي المجيء المجيء الثاني هو شيء خارج يا عمي. مين قالكم إنه المجيء الثاني هو دمار شامل وكامل للإنسانية؟ دايما ربنا يا عمي بقلنا لا تخافوا. يا عمي حدا إله بيقول 200,000 مرة بالإنجيل لا تخافوا، ما تخافوا يا جماعة، أنا بحبكم، أنا حدكم، تعالوا إلي أيها المتعبون والمثقلون بالأحمال وأنا أريحكم، ما فعلتموه لإخوتي الصغار فلي قد فعلتموه، اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة، ما حدا رح يحكم عليك، شوف الخشب اللي بعينك قبل ما تشوف القش اللي بعين غيرك، عمول لغيرك شو تبرير بتحب لا يعمل اعمل لك. ما اكثر من لك هيك. كل هالمنطق، هذا الله، هذا إلهنا، هذا هو ذاته يا جماعة، هو ذاته بده يدمر العالم وبده ينهي الأرض وبده يربينا بالقسوة وبالبراكين وبالدم. يا عمي منه هذا الإله تبعنا، منه هذا الإله، إذا خالطينه بشي تاني استفله، بس نحن مش هذا الله تبعنا. ماريا عم بتقول كيف هو ضابط الكل؟ لكن دو موت البشر هو خير؟ عم تسأل ماريا. أكيد أول شيء موت البشر هو جزء من الحياة، لأنه الإنسان لم يخلق ليعيش إلى الأبد، خلق ليتنعم بهذا الخلق حتى الحياة الأبدية يلي هي جزء يلي نحن بنسميه موت، هو حياة أبدية، حتى تحرر الروح من كل هذا التحجم يلي عم بتعيشه هون وتكتمل بالله. هذا أول شيء. ثاني شيء، كيف هو ضابط الكل؟ ضابط الكل يعني خلينا نفهمها once for all. ايه الله ضابط الكل، وضع الأنظمة لهذه الدنيا وعطى الإنسان حرية يعيش مع الحياة ويعيش مع الطبيعة وينسجم معه. الإنسان وقت اللي قرر إنه يطلع من الانسجام مع ذاته أول شيء،
وينشر الخطيه بهذا الدنيا، خرب حتى النظام يلي ربنا حاطه بهذه الطبيعه بحريته، خربه. فربنا ضابط الكل يحذر وينبه ويتدخل بدون ما يوقف ويحد من حريه الانسان ابدا، لانه ما بيتعدى على الخليقه مثل ما هو خلقها، مش مثلنا بنقرر شيء ومنغيره على مزاجيتنا، الله مش مزاجه، خلق هذا الكون بنظام معين، الانسان بخطيته خرب هذا الكون. يا عم بخبركم شيء، روحوا احضروا ناشونال جيوغرافيك، روحوا احضروا عن العالم وين بيئيا وين صرنا، روحوا شوفوا التلوث شو عم بيعمل بالارض، والاسلحه اللي عم يعملوا عليها تاست بقلب البحر يلي منها سببت مرات تسونامي، روحوا شوفوا بالمختبرات شو عم بيعملوا لحتى وصلنا شيء اسمه كورونا وغيره وغيره من الامراض. هو ضابط الكل وضابط كل شيء، بس مش شغلته يمسك مكنسي ويضل يكنس ورانا، مش هيدا الله يعني ضابط الكل. هو ضابط كل شيء ضمن الحب، ضابط كل شيء ضمن النظام يلي هو وضعه. مشو بالنظام اللي هو وضعه بتصير الحياة روعة، مشو بالحب بتصير الحياة بتجنن وبيوقف كل هيدا الشيء اللي عم بتشوفوه. بس هل نحن مستعدين نحط ايدنا بايد ضابط الكل، او وقت اللي بدنا اياه ضابط الكل بنطلب منه، ووقت اللي بدنا منزيحه بنصير نحن ضابطين الكل؟ صح، هذا الموضوع من الاخر هالقد بسيط. حلو. ماما منى ابونا، لكن ايمتى ربنا بيتدخل بما انه هو ضابط الكل والحامي كمان؟ كيف بيتدخل تيحمينا لينقذنا؟ ما بعرف اذا وصل سؤالي صح. كيف يتدخل تيحمينا وينقذنا؟ ايه يا جماعه، ربنا منه ساحر قاعد لاقط هالخشبه مثل اللي تعودنا له نحن، هذا عم بنط عن الطابق السابع عم ينتحر بيرجع الله ابرك ادبرك بيرده على السطح. اذا هيك فاهمين الله، مش هيك الله. الله بيساعدنا باحسن طريقه ممكنه، مش اللي بيساعد هو اللي بحب، مش الله محبه، هكذا احب الله العالم، هذا الجواب، حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي يحيى الإنسان. هيك الله بساعد. كل مرة بتكون تفهموا الله كيف عم بساعد، روحوا على ابنه يسوع المسيح بالإنجيل يلي قالنا كيف نتعامل مع بعضنا ومع هذه الحياة، كيف نترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كيف بنفصل التنظيمات وحياتنا وشغلنا وعملنا عن إيماننا وروحانيتنا بيسوع، وكيف منخليهم يلتقوا مع بعض، مش بلندر وبحط اللي بدي اياه وبخلطهم ويلا. الله بساعدنا لما بيعطيني كتاب اسمه دمه على الصليب، بيعطيني كتاب مانيوال للحياة بدمه كتبه، بدمه تيقلنا انتبه يا ابني انك تطلب الخير قبل كل شيء، انك ما تكون طميع، انك ما تأذي، انك تقشع الخير بخيك الانسان، انك تحبه وتوقف حده، انك تمجد الله ولا مره تشوف انسان مشوه، لا الاعمى ولا الاطرش ولا المخلع ولا شيء. انا اوجدتكم حتى تكونوا حد بعض وتقشعوا عظمه حب ببعض، واللي ما عنده ايد انتم بتكونوا ايده، واللي ما عنده عين انتم بتكونوا عيونه، ومن خلاله بتمجدوا الله وبتقولوا شكرا انه عنا عيون وشكرا انه عنا ايدان، وبتكتشفوا بقلب يلي ما عنده عين وما عنده ايد وما عنده اجر قوة الله الموجودة فيه، وشو الطاقة للحياة اللي عنده اياها يلي مرات انت اللي عندك جسم كامل ما عندك اياها. هيدا التكاتف، هيدا التكامل بخلق الله للانسان، هيدا اللي الله بخلصنا من خلاله. كيف بده يخلصنا الله؟ بعدنا متوقعين نحن وفاهمين انه الله بخلصنا انه بده يتدخل كل شوي ويوقف كل شغله بدنا نعملها وكل قرار بدنا ناخده، ولك ساعتها يفنينا احسن، يردنا على الصفر. ما كل يوم بناخذ، كل يوم رنا بناخذ 100 قرار فاشل بيأذي اخواتنا وبيأذي الناس كل يوم. رح اقرا كل الاسئله بس شوي شوي. يلا شوي شوي. ربنا قال لا تسقط شعره من رؤوسكم من دون علمي، شو يعني باللي بخلصوا من الموت بهيك كارثه؟ خليني اشرح شو يعني لا تسقط شعره من راسكم بدون علمي. لا، مع المعرفه، معرفه الشيء مش معناتها التدخل بالشيء، افصلون عن بعض. بقدر اعرف انا انه مرتي
انه سوري بقدر اعرف انه جاري ومرته مقبرين، وبقدر اعرف انه يوما ما رح يقتلها اذا بقيوا هيك صريخ كل يوم. اوكي اسمعوا منيح، هيدي معرفة، انا بعرف شو في عندهم. احذر، بلقط هذا الرجال بقول له يا خي ما فيكم تضلوا هيك، روق اضباط اعصابك، غير طريقك، غير الاسلوب اللي عم تعمله. بلقط المرة بقول لها معلي طولي بالك اصبري. فاذا انا اعلم ما في البيت واحذر من اللي شايفه بده يصير، انا اعلم هيدي الشعره اللي بدها تقشط وقت اللي بده يكبر المشكل ويسحب سلاحه ويقوصها او تقوصه. اذا كنت اعلم، اذا كان وصلوا لهيدي الجريمه وانا اعلم، مش معناتها انه الحق علي. لا انه عم ليه ما تقدروا وقفتها تستوعبوا لكن الفرق؟ بركي السؤال نعم؟ ليه ما وقفتها للجريمة؟ انت عرفت انه رح يصير ايه؟ رح يقتلها. ما هي هذا اللي بدنا نستوعبه. انا جربت 100 مره اوقف الجريمه، لما احكيه واقول له وعاه، لما احكيه واقول له حبه، ايه لما احكيه واقول له سامح، سامحوا بعضكم. هذا اللي عمله ربنا، هيك بيوقف الجريمه، وهيك بيوقف الاحتيال، وهيك بيوقف السرقه، وهيك بيوقف كل شيء. بس اذا نحن ما سمعنا لربنا، برجع بقلكم الله لا يتعدى على حريه الانسان، لانه اذا في شيء ميزه للانسان عن كل المخلوقات هي حريته. تخيلوا انه يشلوا الحريه، صرنا حيوانات، بطل له طعم نكون موجودين بهالارض، ويقلنا انت مسؤول عن هالدنيا، وانت اللي بتهتم بالارض، وانت اللي بتقرر مثل ما بدك. ما بعرف اذا عم تفهموا اللي عم بقوله. ان شاء الله ان شاء الله يكون روح الله عم بوصل الفكره. كاساندرا عم تسأل أبونا غلط نقول إنه لبنان بيحموه قديسينه؟ اكيد مش غلط. شو يعني بيحموه قديسين؟ وكمان افهموا، مش يعني انه نحن كل ما كتروا القديسين صار عندنا جيش على الحدود اكبر بدافعوا وبحاربوا وبيعملوا، لا، صار عندنا مثل عن خير الله وحبه اكبر عم بحرك قلوب الناس للحب يوم بعد يوم. الجحافل يلي عم تطلع عند القديس شربل لتتعلم منه حب ربنا، هودي اللي بيحموا لبنان. عم تفهموا كيف القديسين بيحموا لبنان؟ حضور الخير يلي زرعوه بهالارض، كل كلمه قالوها، كل عمل قاموا فيه، هيدا من جيل الى جيل يحمل شعب والارض. ونهار يلي بتفضى كنايسنا، ونهار يلي القديسين ما بنعود نقرا كتاباتهم او نستوعب شو هن عم بيعملوا، لو عندنا مليار قديس بيخرب البلد. فمش كمية القديسين هن اللي بيحمونا، هن شو تركوا وقد نحن عم نتفاعل مع اللي تركوه. اوكي جوليانا عم تسأل شي مرة جيت على فلسطين المحتلة؟ لا يا ريت فينا، ليش نحن مسموح انه يا ريت نروح؟ يا ريت. يا ريت. فادي عم بسألك، أبونا روي عندي سؤال، في بعض الأخوارنة عم تحكي غلط بخصوص الموضوع، ليش الكنيسة ما وقفت هالحكي؟ أي موضوع يا فادي؟ عن منطق هذا الله شو الموضوع، موضوع ترجم الزلزال وانه صلة غضب الله. العمل المحبة ورحمة جاشتا نيرك، إن شاء الله تكون منيح. نهاية العالم هو نهاية كل واحد عندما يرحل من هذه الدنيا. ليكم نهاية العالم الله ما حكي عنها بشكل واضح مثل ما نحن بنفسرها. يعني ربنا ما اجا قال وتكون عند حينئذ تكون النهاية عندما تفطر قلوب الكثير. اوكي ما حكي عن دمار، ما حكي عن نهاية العالم مثل ما نحن بنضل خيفانين. يا عمي ما بقى تخافوا، ما بقى تخافوا، عيشوا، عيشوا بالبساطة، عيشوا مع اللي بتحبوهم، عيشوا اللحظات، اختبروا جمال الحياة بكل شخص تلتقوا فيه، بكل كلمة بتعيشوها. السوشيال ميديا ربطتنا بقرف الدنيا كلها، صرنا انا بحس حالي يوما ما بوعى هيك، بحس حالي اوكراني عتلين هم اي ساعة بده ينزل علي صاروخ، ساعة بقوم روسي بدي حارب بده. خي انا ما خصني فيهم، ها انا هلا لازم اعيش هون مطرح ما بقدر. وصلي لهم، وصلي لهم. للاسف عم نجمع كل شيء بالدنيا ونعتبر نهايه العالم. طب لو انت ما بتعرف اكثر من الموجود عندك بالحي، هل قرار المختار بانه يغير مبنى البلديه ويتخانق مع رئيس البلديه هو نهايه العالم؟ ايه لا،
او اللي رح تعرف فين انت بالضيعه لو ما في السوشيال ميديا، او اللي رح نعرف فين بالشارع تبعنا وبالبنايه. منه نهايه العالم، نحن عم نحس كل الوقت بنهايه العالم لانه عم نجمع كل شيء بنفس اللحظه ونحمله ننتقل مع كل الوزن يلي حاملينه اصلا نحن بلبنان. حطته عن جحشتكم، في مثل بيقول حطت عن جحشتك، يعني خفف شوي عنك. بكفينا بلبنان اللي مارقين فيه من فقر وتعتير واقتصاد وكورونا ودولة فاسدة ونظام منهار وأمن مش موجود وكل اللي بدكم إياه، بعد بدكم تفكروا بنهاية عالم بس لأنه في زلازل وما أعرف شو. نحن بنهاية العالم بلبنان إذا بدنا نفكر بهذا المنطق. وعليا ما بعرف ما في يا شيء ما صار لأنه ما ما هيك عاد في الدنيا بس صح، ما في شيء اسمه نهاية الدنيا مثل ما نحن بنفكر فيه. خلينا نتركه لربنا، لا أحد يعلم الوقت ولا ولا الساعة. الساعة الوقت والساعة لشو؟ للنهاية. شو هي النهاية؟ ولك إذا حدا بيقول إنه هو بيعرف شو هي النهاية بدي أفقع في بدن، كاهن ولا غير كاهن. ولك شو بعرفك شو هي النهاية؟ المجيء الثاني نعم، ولكن هل المجيء الثاني هو نهاية دمار أم خير وتجديد لقلب الإنسان؟ لو نحن يا ريت بيجي نتوجه يطلع صوب الدمار، عليهم ليش القديسين عم وبينفض يحكوا معنا بعضهم؟ هالدنيا كلها سوا وبينفض هالناس وبيعمل كيف السجادة وقتها تنفضها هيك ينفض هالكرة الأرضية كلها ونرجع نعيش بخير ورواق ومحبة وقداسة. يا ريت يا ريت أبونا يا ريت عن جد. الله يصير معنا خطوة خطوة، حكمة الله غير حكمة البشر. أبونا شو رأيك بأحد الكهنة عندما قال يوجد بالإنجيل أخطاء لغوية وجغرافية وغيره؟ الله يقدسك. أكيد أكيد الإنجيل مكتوب باسم مكتوب ب ب ب بأسلوب وقدرة الإنسان وبوحي إلهي. فإذا أنا بعرف هذه الكلمة أكثر من هالكلمة رح أستعمل هالكلمة. إذا أنا عم بكتب أمور أكبر مني سماوية ممكن أكتبها وأنا مش مستوعبة قد ما هي بتحمل معنى بقلبها بداخلها. كتابنا المقدس موحى وليس منزل، أوكي؟ مش الله إجا كتبه، الإنسان كتبه بوحي من الله. فإذا ممكن يغلط الإنسان، ممكن يغلط، بس ما بيغلط بالجوهر، لأنه الجوهر اختبار انت بتعيشه مش بس بتقريه. فمتى حولت الكتاب المقدس والانجيل الى اختبار حياة وعشت معنى الابوة والحب والرحمة والتضامن والاخوة، كل شيء ذكره يسوع، رح تفهم جوهر الانجيل. ولو بده يطلع الانجيل كله غلط رح تكتشف انه وصل لك الجوهر بقوة الروح، لانه الكتاب غير الجوهر غير الروح. الحرف يقتل بيقول يسوع، اما الروح فيحيي. نحن نعيش بالروح وليس بالحرف. فاذا اجى حدا قال انه مش هيك بلش الخالق مثل ما قالوا بسفر التكوين، بتقوم بتشارع وبتتخانق معه؟ مين بيعرف؟ ليش احنا كنا بوقت الخلق؟ نحن مكملين مش ماشيين بالحق. هو اللي كتب الكتاب كان بوقت الخلق؟ انه كان قاعد عم يكتب يلا اوكي كان في عتم كتب، كان في عتم يلا وكان بلش روح طب الله كمل. يرفرف عنه. ايه يعني نحن خلينا شوي نستعمل عقلنا. عن جد الوحي بيقول لك، الوحي بيقول لك انه الله خلق الانسان صح، وذكر وانثى خلقه صح، وبدون ذكر وانثى ما في تناسل وما في حياه صح. والخطيه الاصليه هي وقت اللي رفضنا الله وقررنا نحط الخير والشر مثل ما بدنا، فبلشنا نقتل بعضنا صح. هيدا جوهر وهيدا وحي. اما الاسلوب الكتابي فهو ما عم بيعطينا علم، عم بيعطي مثل سفر التكوين، ما عم بيعطينا شيء درس تاريخي، عم بيعطيني شيء غير ملموس غير ملموس. يعني يسوع المسيح يتطبق على اللي قاله يسوع وقت اللي جاوبه لنيكوديموس، قال له كلمتكم في أمور الأرض فلا تفهمون، فكيف أكلمكم في أمور السماء؟ ما عم نستوعب كيف نحن نعيش. بدنا نستوعب السماء كيف تتحرك وكيف تمشي. منشان هيك السماء عم توحي والسماء عم تعطي ساينز، علامات، رموز للشيء اللي نحن نقدر نجرب نستوعبه او نفهمه بعقلنا وبقلبنا. اوكي ميرنا عم تقول شيء. ابونا شو بتقول للاشخاص خاصه المسيحيه يلي بيدعوا الايمان وبوقت المصايب والكوارث الطبيعيه مرجعهم هو تنبؤات المشعوذين بدل ما يكون مرجعهم كلمه الله بالانجيل؟ انا ميرسي بحب ميرنا على شغله، سؤالك كثير مهم.
ايه فكرت شغله انا اليوم كنت عم فكر فيها، انه اذا عن جد هذا غضب الله، يعني ميرسي كتير انه ثبتوا لنا انه المشعوذين توقعوا غضب الله قبل الله، يمكن قبل ما الله ينفذها. يعني طلعوا على الاعلام، وخليني ما اقول المشعوذين، خليني هيك اقول كلمه احيان، المتوقعين او المبصرين، شو بعرف انا، طلعوا وقالوا انه مثلا ميشيل حايك قال انه عم بشوف غراض عم بتطير عن الرفوف، بمشي لو وعم بشوف تراوي عم بتهز وما بعرف شو. انه هل توقع ميشيل حايك غضب الله والكنيسه كلها بكل صلواتها وبكل شيء ما توقعنا مثلا هذا الشيء؟ لا، الجواب هو انه ما انه غضب. اوكي، بس هذا على هامش السؤال. شو بدي اقول لهود الناس؟ بدي اقول لهم انه انتم بعد ما بتعرفوا الله، وبعد ما اختبرتوا علاقة الثقة والحب الحقيقي مع يسوع، انتوا خوفين بعضكم. تعرفوا انه اللي بخاف اول شغلة بيعملها بيلتجي لحيالله حدا بجرب يساعده مين ما كان. من هيك نحن اهلنا يلي يمكن مرات كانوا ياخدونا على الكنيسة ويصلوا لنا ويربونا، نهار يلي كان يصير معهم مشكلة وما يعرفوا يحلوها كانوا ياخدونا عند مبصر وعند اللي بيرقي وعند الشيخ. لا، لانه هالقد ايماننا ركيك ومش فاهمين من هو يسوع المسيح، لانه هالقد ايماننا ضعيف باللي عطينا كل اجوبه الحياه. بدل ما نروح وننبش على الجواب، بننطر حيالله حدا يعطينا اسهل طريقه جواب، يعني باسهل طريقه يعطينا حيالله جواب. بس اني انا ارجع بهذا الوقت اخذ صمت وهدوء واتعمق واخذ وقت لاجوبه، ما معي وقت. لا لا لا، مش وقت هلا، هلا وقت روح لحيالله حدا يعطيني جواب سريع. مثل العادة. اوكي، في حدا عم بيقول ابونا شكرا على كلامك وجوابك على سؤالنا بطريقه بتريحنا، بس انا بعد ما شفت فيديو تقطع قلبي كثير وحسيت انه بدي ادعي على اشخاص اذوني بحياتي يصير فيهم هيك، انه ليش الناس الاشرار اللي اذيونا ما بيصير لهم شيء. هلا مش بس الناس الاشرار اللي اذيونا، طب هودي اللي قاعدين على الكرسي صار لهم 50 60 70 80 سنه ما بيمرضوا ما بيفلوا ما بيزيحوا. شو ما بيغضب يدوم عليهم ويدوم الله، ويدوم ما بيغضب يدوم عليهم ويدوم. الله مثلا، ايه يدوم ويدوم. بعتولنا نكتة امبارحة انه 31 زلزال وخمسة حروب و17 وباء ومدري شو ونبه بري واحد. بدي خبرك شغله بس هيك رنا، حتى نغير شو جو، لحتى ما دل عم صرخ وعصب انا وعيت الدار كله. يمكن هون امبارح وقت اللي صارت الهزه، امبارح دخلك ولا قبل امبارح؟ أول امبارحة قبل امبارح بالليل، نعم بالليل، بس هيك بشارككم فيها. كنت هي صارت بالليل، كنت نايم، يعني كنا نايمين كلنا. ف اول شيء بوعى انا فكرت حالي دايخ، هيك يعني ما أنا كمان استوعبت دغري، لانه عيت عمل ليش هالقد، شو تقل راس تقيل، لانه في حدا عم بهزلك يلا تنام يلا تنام. ايه بعد شوي لقيت الاوضه كلها عم بتهز، قلت انا لا مش راس اللي عم بهز الاوضه. ايه بعدين استوعبت انه هزه ارضيه، بس استوعبت انه هزه، قلت انا يلا هلا بتخلص، انه معودين تقطع وخلص بتخلص. طولت وعم تقوى تقوى تقوى، حسيت حالي مشدوب، انه انا اذا بضل واقف بارضي هذا عمل سطلني، يعني عفوا على الكلمه. قلت لازم اتحرك اعمل شيء، قررت اني اظهر من الاوضه على الساحه لحتى اوقف بمحل انه ما في شيء فوقي. ظهرت مثل ما انا، وصرت واقف تحت الشتي والهواء وهيك وناطر، والارض عم بتهز عم بتهز عم بتهز. بلحظه فكرت، قلت انا قد ايه احتمال انه يقشط الدار بالنسبه لاحتمال انه اكل صفقه هواء وامرض. من ايه بعد عن ما جد حطيت الاحتمالين قلت انا فوت على الضفر جاع، لانه هون برا رح تاكل، اكيد رح تاكل صفقه هواء وتسخن، جوا مش اكيد انه رح ينزل الدار. ورجعت فوت على الاوضه بكل شاطر. لانه ما يعني ما استوعبنا ما كان عندنا الوقت نفكر. انا حسيت الغزاله عم بتطرطق اول شيء، قلت ليه هلا في هوا يعني ايه شباك مفتوح والدنيا طايفه طايفه، وبس وعيت فكرت حالي دايخه صرت تطرطق الغزاله هالقد، قلت انه خير. رجعت وطلعت بالتليفون كان شي ثلاثه وشوي وقيت مساجات بك في هزه في هزه وعينا صحيح الحمد لله على صح، سلامتك. ان شاء الله يا كثير رب ما بصير شيء يا خطر، رب يا ما بصير شيء رب. خطر. أولاد الله سيخ شو رفض يسوع المسيح رح يبقى هون هن
انت بليز رجعي ابعتي لنا شو كاتبه. جوج نعمه، ثانك يو فور ذيس بيوتيفول تشات، اي نيدد تو هير all of this all the way from Canada watching. Thank you جورج، انبسطنا فيك كثير. نهاية العالم يعني الله له نهاية. رائيف عم تسأل ولا شو؟ ولا عم تخبر؟ هل الرب، حلوة هذه الفكرة. هل الرب يجرب عبيده؟ لأنه بأبانا الذي في السماوات نقول نجينا من التجارب. بس الأبانة ما تنسوا إنه تغيرت، غيرتها الكنيسة. نحن بعدنا بالعربي بنقول نجينا من التجارب. هي لا تهملنا وقت التجربة صارت ترجمتها. ما بتعرف الترجمات اليوم مرات ما بتوصل المعنى الحقيقي، ولما نقدر نلاقي الترجمة يلي بتوصل عن جد شو عم نحس وشو عم نفكر، الكنيسة بتغير، مش لحتى تغير أفكارها وجوهرها، بتغير لحتى توصل المعنى الأوضح. فالكنيسة بالترجمة الجديدة ولا تهملنا وقت التجربة، مش ولا تدخلنا في التجربة، مش الله بيدفشك على التجربة، التجربة بتحضر ولكن الله لا يهمل الإنسان وقت التجربة. وأي تجربة، كان في أبونا هديك النهار عم بتسير أنا وياه بموضوع الأبانة وقال لي فكرة كتير حلوة، قال لي التجربة، ما بيقولوا التجارب بالترجمة الجديدة، بيقولوا حتى لا تهملنا وقت التجربة، حطوها بالمفرد، وكأنه اوكي. التجربة الأكبر للإنسان هي فقدان الإيمان، لأنه بيمرق كتير تجارب بالحياة، صح. بس ممكن شي تجربة تفقده إيمانه. فلا تهملنا وقت التجربة، وقت تجربة الإيمان، وقت اللي منحس إنه كأنه عم نحس للحظة إنك مش موجود، أو عم نحس للحظة إنك غلط، ما تتركنا يا رب. يعني رجع هيك ضربنا كف صغير بنور، بكلمة، بترتيلة، بحدث، بحيالله شي، رجع هيك شجعنا على إيماننا. هيدي الأبانة بهالمعنى بتجي. أبونا ماذا عن رؤيا يوحنا؟ نعم، ماذا عن رؤيا يوحنا؟ هذا مشروع طويل عريض، إذا بدي بلش أحكي ما بقدر أخلص، رح أختصر بفكرتين. إيه رؤيا يوحنا هي تحمل عدة أبعاد، في بعد بخبر عن إنه الرؤيا هي تخبر ما حصل بوقتها بطريقة رمزية لحتى ما ينكمشوا المسيحيين الأوائل اللي عم يحكوا عن الظروف اللي عم بيعيشوها، أوكي؟ منشان هيك كتبت برمزية. وتحمل البعد شو بسموه، يعني اذا بدكم، نسيت راحت الكلمة عن راسي، تحمل البعد النبوي اذا بدكم، يعني شو بده يصير بعدين، لانه النبوة اصلا هي بتحكي لبعيد وللقريب. النبوءة هي قول الحقيقة، يعني قول الواقع مثل ما هو شو عم بصير، وبتحمل لبعيد لانه الواقع لما بخبر عن الحقيقه، هالحقيقه اذا تكررت رح ترجع تعمل نفس المفاعيل. فرؤيا اوكي. يوحنا بتحذر من انه اذا بعدنا عن الله رح يصير هذا الشيء، وبذات الوقت بتخبرنا عن جوهر الحمل الذي ذبح وكيفيه مواجهته لكل شر العالم. فاذا رؤيا يوحنا ما عم بخبرنا مثل نوستراداموس عن قصص بدها تصير بعدين وتتحقق، لا، عم بخبرنا عن الحياة كلها مثل ما هي، كيف بتمشي مع مشروع الخلاص، وايه اذا مشيت عكس بصير امور تتحقق كأنه هي عم بيتنبأ. اكيد هي نبوة وتتحقق بحسب نحن تفاعلنا مع الحياة. هذا باختصار اكيد، لانه رؤية حنا شيء اوكي. طويل عريض. منى بتقول قديش كنت بحاجه اسمع هذا اللايف. شكرا لنا وشكرا ابونا. منى انبسطنا فيك كثير، وثانك يو فور شيرينج، لانه بس عملوا شير مين جات عن جد الناس اللي عندكم تعرف اكثر وذي جوين. ابونا اي متى ربنا بيغضب علينا؟ بعد شي نص ساعة. نص ساعه. ابونا مساء الخير فريد، عم بقول لك ملحم جوني مكتوب بايد بشريه وبوحي الهي. جايف عم نعم، بقول ايه اوكي. هذا اللي قلناه، مكتوب بايد بشريه وحي الهي. ايه بس حتى جاوب، متى الله بيغضب علينا؟ الله ما بيغضب. برجع بقول، ما بعرف اذا كنت معنا كل الوقت باللايف، بس قلت يا رب. فكره غضب الله مش مثل ما نحن بنفكر فيها. يعني نحن ما في ولا صفه بنعطيها لله كاملة مثل ما نحن بنستوعبها بكمالها. حتى لما نقول الله محبة، نحن بنعيش المحبة غير ما هو بالله، نحن بنعيش محبة ناقصة، محبة ضعيفة. حتى لما بنحكي عن الغضب، نحن مفهومنا للغضب واضح، الغضب هو الشيء البشع، بس في نوع غضب منه بشع. حتى مربولوس بيقول اغضبوا ولا تغيب الشمس على غضبكم. الغضب هو شعور داخلي بحرك فيك الشجاعة لتشتغل،
معكم خبر مثلا بهالشيء؟ يعني الشخص يلي ما بيغضب مثلا ما بيعمل ولا شيء، ما في شيء بحركه من جوا ليتصرف. فاذا انت لما بتشوف مثلا اثنين عم بيعملوا غلط، حالة الغضب يلي بتتحرك من جوا بموضوع فيه خير بيسمح لك انه تتدخل وتوقف الشيء اللي عم بيعمله. اذا هيدي الحالة ما انوجدت ما بتتدخل. فاذا نشوف الناحية المنيحة من الغضب، اما نحن ما بنشوف الغضب الا تكسير وخبيط وقتل وضرب ودمار. لا، هي حالة حب للحقيقة وللخير، تشتغل بالطريقة اللي بتلاقيها مناسبة، مش بس هي حالة دمار وقتل وتشويه. ان شاء اوكي. الله تكون وصلت الفكرة. هند عم تقول Jesus came first to offer salvation. His second coming is for judging and there will be no other chance. صح. اوكي شو حلو، اهلا وسهلا باللي عم تابعوا. ابونا ليه بس نعمل ونتعامل بتواضع وبحب؟ بكتير في كتير عالم بتأذي سلامنا وبتستضعفنا، شو لازم نعمل بهيك حالة؟ من don't care فينا نحن، ما يعني بط بحالك رنيم، تكبشي بتعرفوا انه بقلبي، مربولوس عندي كان قلب حلو، أنا هيك صح، بعمل، وبدي اقول حتى لو بدي بدك اقول ما بتستاهل، لأنه ليكي في شيء رح نزله بعد يومين، هيدا البوست كان بدي نزله امبارحة بس لأنه صارت الهزة نزلت غير شيء، كنت عم بقول إنه المنيح اللي بتعمليه أو الطيبة يلي عندي مش ضروري اللي قبالك يشوفها، لأنه المهم اللي فوق يشوفها ويقدرها، هيدا اللي بدك إياه. شو والمهم بدك تكون تقولي؟ حقيقتك، صح. المهم تكون حقيقتك. حدا بيتخلى عن حقيقته كرمال غيره؟ ما حدا. انا ما بعملها. انا لو كل الناس بدها تتمسخر وتهين، ويا ما بيتمسخر علي ويا ما بهنوني ويا ما في ناس عاملين فيديوهات ضدي، هودا اذا بدهم ياثر علي كنت انا اليوم مش عم بحكي معكم، كنت قلت خلص ما بدي اعمل شيء، عم بيزعلوني. حتى برافو مربولس، رنيم، بس خلي سوري عندك رنا قبل ما تكفي، بس كان بدي اقول لها هذه الفكره، انه حتى مربولوس بيقول جعلنا انفسنا حمقى من اجل المسيح. ليه؟ لانه في ناس استهبلوا لمربولوس، وفي ناس اذا في محل كتب بالرساله انه في بيناتكم اشخاص عم بيقولوا ايه هو شاطر بالرسائل من بعيد، بس يكون قريب بصير ضعيف بيناتنا. قال لهم انا عم بعمل هيك حتى احترمكم وحبكم، بس مش لاني ضعيف. منشان هيك بكون قاسي شوي بالرسالة، بس بكون حاضر بكون لطيف. فحتى القديسين اضطهدوا بهذا الموضوع وعرفوا كيف يجاوبوا بانه نحن هيك من اجل المسيح وليس من اجلكم. اوكي. شو يلي غيروا بالدين مفهوم قوة الله يلي أظهره الرب يسوع والانتقال من التدين للإيمان من العبودية والخوف للبنوة؟ سوري كنت عم تقري لي سؤال. ما فهمت. شو يلي غيروا بالدين مفهوم قوة الله يلي أظهره الرب يسوع والانتقال من التدين للإيمان ومن العبودية والخوف للبنوة؟ ما فهمت. ما هذا فهمت موضوع، بالدين. هذا السؤال سؤال لاهوتي، اوكي. وموضوع، وهذا موضوع ثلاث مواضيع، حتى مش موضوع، ثلاث مواضيع كبيرة كتير، ما فيني اجاوب عليها هلا. يعني هذا بده موضوع لحاله، بس حلو كتير. واللي تغير هو بس العهد الجديد، حضور الله بذاته على الارض غير كل هودي المفاهيم يلي عم تسألوا عنه. اوكي. منشان هيك المجد لله قلت انه خيي. روي يسوع قبل العهد القديم وقبل اي شيء تاني. المجد لله خيي ابونا روي. انا بس بدي صلي للناس خاصه المسيحيه اللي انتقدوا الناس يلي صلوا وقالوا عن هلا صاروا مؤمنين. ليس ابو ملعب. ابونا روي لازم نشوفك بالاردن. إن شاء الله إذا خوش شمهار ياسين بعيونه أهلا هيكون وسهلا. شوي بجهنم، شوي شوي كتير حبيبتي. شو هذا؟ خوش ياسين نهايتهم بجهنم. اليوم اجاني فوق العشر اتصالات عم يسالوني اذا فيها زيارات، بعرف بس هيك اتكلوا على الله اللي بيعرفوا انه البشريه والارض ما فهمت، وكل ما صار بيطلعوا ناس بيقولوا كل عمره في اوبئه في زلازل وفي حروب. نين ويوسف هاي. مساء الخير ابونا، عندي سؤال لو سمحتوا. لما يسوع كان مع تلاميذه وهبت العاصفه وهو كان نايم وعو طلبوا منه بهيدي العاصفه، فينا نشبهها بوقت الزلازل انه الله كان غافي وكان ناطر منا نطلب مساعدته؟ لا، ما هو بوقتها ما كان ناطر انه يطلبوا مساعدته، كان عم بيقول لهم انه لشو خيفانين وانا معكم. ايه يعني هي صلاتنا وايماننا ومشاركتنا بالذبيحه وهذا مش مفروض ما يخوفنا من شيء، المفروض ما يخوفنا من شيء. يعني انا بتفاجئ انه التقيت بناس
قالوا لي انه نحن اذا بنموت بالزلزال عادي، انه بالنهايه اجى الوقت وبنكون التقينا بيسوع اللي بنحبه. هذا الايمان عظيم، انه نحن عم نعيش هذه الحياه وعم نعمل اللي لازم نعمله، ومتى اتى وقت الموت فلياتي، فلياتي نحن بالطريقه اللي بدها. حاضرون، نحن صح ساهرون. صحيح. أوكي كاري، بيسألك في رجال دين حامين الشماعة والسماعة إنه الله رحمة والله بحبنا، صح؟ بس الله عادل كمان، بيرجع بذكر بآخر رسالة لأمنا العذراء بمدجورية: أولادي الأحبة صلوا معي من أجل السلام، لأن الشيطان يريد الحرب وال ما بعرف شو، مش مكفى. صح. هلا هي يا ريت بقدر جاوب على كل اسئلتكم ايه بكل وضوح، لانه الاسئله بدها مواضيع طويله. رح اقول شغله، لما بنحكي عن رحمه الله ومحبته مش معناتها عم نلغي عدالته، بس الفكره انه نحن مش مستوعبين انه الله كامل في المحبه وكامل في العداله. مش ساعه بيرحم كانه تخلى عن عدالته، وساعه بيعدل كانه تخلى عن رحمته. ما فينا نحكي عن كمال بالله اذا وحده بدها تاخذ مطرح الثانيه. إذا الله كامل، كامل بالرحمة، إذا الله كامل بالعدالة، كامل بالعدالة. فإذا متى تصرف الله، إذا بدنا نسميها، أو تحرك الله، يتحرك بعدل ورحمة بذات الوقت. ما فيك تقول لي يعني ما فينا نحن نفصل هالكهنة أو الكهنة، ما فيهم يفصلوا الله ويقولوا ما فينا نحكي بس عن رحمة الله ومحبته، لا بدنا نحكي كمان عن عدالته. لك ما هو مع بعضهم، منهم مفصولين. جئت لألقي سيفا، جئت لألقي نارا، بيقول يسوع، وكم أود أن تكون قد اشتعلت. هيدي النار يلي قال جئت لألقيها هي نار الحب والرحمة والإيمان، وبذات الوقت بدها تحرق يلي ما راح يقبلها. ما تخيلوا، هي ذات النار. فإذا هي عدالة ورحمة، وكلمتي ما جئت لأدين العالم ولكن كلمتي ستدين العالم. يعني هو منه جاي يدين العالم، جاي يرحمه، بس كلمته اللي راح تقولها راح تكون عادلة. فيا جماعة، ما بقى اذا حكيت مثلا، انا في مره قالوا لي بتحكي بس عن رحمه الله وما بتحكي عن عدالته. اصلا حكي كثير عن عدالته، بس بيكونوا هن سامعين وعظه واحده. anyway 3 سنين عم بوعظ، صار لي اللي بده يفهمني بده يسمع 3 سنين اذا بده تيفهم شوي من ايماني. بس يا ما بس احكي عن حب الله ورحمته، بقصد فيها عدالته بذات الوقت، ما بفصله عن عدالته ابدا ولا مره اذا حكيت عن الرحمه. بس انا مشكلتي مع العداله يلي بيدعوها بيحكوا عنها بعض الكهنه وكأنه بركزوا عليها أكثر، هي منا عدالة الله، هي عدالة بمنطقنا البشري. بيجي ضمنها غضب الله بالزلزال، إنه هي عدالة. بيجي ضمنها لما بيموت حدا لأنه شرير، هودي مش الله مزبوطين، ضربه. من المزبوطين هودي؟ ما يسوع حتى جاوب عليهم، مش أنا. لما سألوه إنه هذا ليش خلق أعمى مدري مكرسح، قالوا له ليش خلق؟ لأنه بي وأمه عملوا شيء؟ قالوا لا، ما حدا عمل شيء، بس ليتمجد اسم الله، لأنه هيك لازم يكون، لانه هيك بيكون وكامل باللي موجود فيه. الكمال مش ايد تان وعين تان ودين تان ومنخور وتم، لا مش هالكمال يا جماعه. الكمال هو جوهره بالقلب، بالقلب. ويا ريت تقدروا تفهموا هذه الكلمه. روحوا زوروا بعض الاشخاص يلي عندهم نقص جسدي بس عندهم كمال بالانسانيه وبالخلق، تفهموا شو عم بقول. رامي بيقول لك انا امي فشلتني اكثر من الزلزال. شو شو على امه اه فشلتني اكثر من الزلزال. رامي عبد الله، ما بعرف اذا بتعرفه. بجد اوكي تخيل بتسأل عليه. مبروك. اوكي، في كثير شعوب اتضامنت اليوم مع تركيا وسوريا، ومنها روسيا يلي بعتت مساعدات وبنفس الوقت عم ترفض انهاء الحرب يلي عم تهدم بيوت على الأطفال والأمهات والآباء. كيف هذا الشيء ممكن يتفسر؟ انفصام يا فانيسا. فينا نسميه انفصام وفينا نسميه اللي عندي قلته أرضية بالأول. جديدة بقوة 5 درجات، تهدوا منيح يا شباب. إن شاء الله ما توصل لهم، ما بتوصل. انفصام أو شو؟ قلت لك أنا الخطية هي أكبر مشكلة على الأرض، هي مشكلة الحروب وكل شيء تاني. مشكلة روسيا اليوم هي تنازع سلطة وقوة بالمنطقة تبعها، ما بينها وما بين الناتو. الناتو اللي هي مجموعة بلدان يعني كأنه تابعين لأمريكا إذا بدكم تسموهم، عم بقولهم بطريقة بايخة وبسيطة. لا توقف الحرب، بده يصير في حوار وتنازلات، ولا حدا قبلان إنه يتنازل، منشان هيك الحرب قائمة. أنا أكيد إنه إذا بصير في جلسة حوار وتنازلات من الطرفين توقف الحرب تاني يوم، بس ما حدا بده.
في استفادة من الحرب، استفادة من كل الناس اللي بدهم هذه الحرب تكون موجودة، منشان هيك الحرب ما بتوقف بكل بساطة. لا all the love from France. أبونا ليش ما شرب؟ قال لي اطلبوا رحمة الله بتحصلوا على كل شيء. الا لا الا قال له مين لفريد، فريد عم بيقول الشرب قال لك يا فريد انه اطلبوا رحمة الله بتحصل على كل شيء؟ انا بقول لك يسوع قال لك اطلبوا ملكوت الله اولا وكل شيء يزاد لكم. يعني بعتقد يسوع وسع لك اياها اكثر من القديس شرب. السلام على اسمه. يا الله ما أهلا معك يا أبونا. أوكي سيرو عم تسأل ماذا عن نبوءات القديس بايسيوس عن تركيا وغيرها. ما بعرف بس شي عنه. أوكي لغة الغضب هي لغة الحب المجروح. أبونا روي خيي عم حب مسيك كاتب تعليق مرتين. سوري يا عمي والله ما عم يصلك، وبليز ما تقول إني مزعج، بحب شارك احترامي. نحن كمان نحترمك وما تأخذنا. ماذا عن المناولة باليد؟ هل هي خطيئة مميتة؟ باس عم ناخذ أسئلة سريعة. الله خلق الكون، لماذا سمح بوجود الزلازل؟ حكيناها بالأول. دخيل قلبك أبونا، أبو ابراهيم لن تقوى علينا. شو موقفك بخصوص مطران السريان الأرثوذكس بالسويد لما قال المطران المرأة الشاذة هل يجوز؟ لما قابل المطران المرأة الشاذة هل يجوز؟ لا يجوز. حس حالي بهذه الأسئلة السريعة نعم أو 20 لا؟ ثانية. عم بسمع كل فيديو يلي بتنزله من فضلك، كفي ما توقف أعمى واحد من الصمت. الله كل ما بسمعه بستفيد أكثر. لازم يوصلوا لك الفويسات، نحن بيوصلوا لنا على جروب كل تنين مثلا، بيكون الأحد واعظ ببعثوا لنا رنا الوعظة كلها. رنا بصير بس أنا عم أحسن ما بحبك نكون وعم بسمع. شو كله. أنا اختصاصه على زيت الطبخ، عن كوي، جد؟ عن جد شطف، عن جد كثير عن حلو. جد عم تطلع بسرعة. وانا شو بس بدي اقول لك شغله كرمال احلى ما نكون قطعنا عنا على السريع. المناوله باليد هل هي خطيئه مش مميته؟ سالت. انا بقول لها منا خطيئه، مش بس منا خطيئه مميته، منا خطيئه. واكيد هلا في رح يقوموا قيامتهم بعض الاشخاص المتشددين وما بعرف شو. انا بدي اقول لكم المحبه، فقط المحبه اذا لم توجد بقلب الانسان هي خطيئه مميته، وهي اللي بتترجم بكسر للوصايا وبكسر للانسانيه وبكسر لكل شيء عم نعمله. اما الشكليات والتنظيمات فلا تؤثر على ايماني وحبي ليسوع المسيح، ولا تؤثر على حبي ليسوع المسيح. ما بقى بدي احكي بهذا الموضوع، صار عم يرغي رغي. بس مثل ما انا بتم بقدر اخذ المسيح وانا شخص مقرف نفسيا من جوا، بقدر اكون عم باخده بايدي وكون قديس وما راح يصير لي شيء. اوكي ابونا بيقولوا انه ما حدا بيعرف يمكن يتوب اخر دقيقة من حياته. انا على كل هزة عم توب. ما اهدا بك. كل يوم لازم توب. على قدسك ابونا روي بدي اسال كيف فينا نفهم يسوع اكثر، اذا كان في تساؤلات بحياتنا او بالاحرى نعرف جوابه او نفهم يلي بده اياه منا بتساؤلات محددة. هيدي قلتها بوعظة مرة، لا بدنا نسكت برافو. تنسمعه. بدي اقول له اللي سأل هذا السؤال يروح على وعظة اسمها بالانجليزي اسمها ار بي ام، خليه يسمعها بحكي فيها عن هذا الموضوع، هيك بياخذ وقته اوكي بمزمزة. God bless you. انا ما بقى بدي اطول عليك مع انه الحلقه معك على طول غنيه، بس بدي اشوف الاسئله هون. يلا معلم الانجيل خلينا واحد 10 دقائق ماكسيموم يلا. هل عمر منها. الانسان بيد الله؟ او الاسئله يلي نحطه بالانبوكس، هل عمر الانسان بيد الله؟ بأي منطق؟ يعني بلكي هو بيعرف اي متى بخلق اي متى بموت. أنا بقول لكم كمال الإنسان في يد الله، يعني قداسته بيد الله، بمعنى إنه الله يحدد للإنسان مشروع وقداسة لكل واحد. بده 10 سنين، بده 15 سنة، بحسب رسالة كل إنسان ودوره بهالحياة. إيه، بس هل الله يحدد هيك عمر معين انه نحن للشخص؟ بنوفر أنا كل هلأ بيتاته، نحن بنقول انه خلص صار ربنا، صار لازم يطلع على السما، تطلع على السما، هالخبار. ما بعرف اذا هيك مثل ما نحن بنفكر فيه، لانه اليوم انا بقدر اظهر على الطريق روح اقوص واحد بيكون الله كتب له بس لهذا الوقت. لا، يمكن الله بعد بده منه كتير قصص وانا جيت نهيت له حياته. ياما ايام نحن بحريتنا كمان بنتدخل بمشاريع الله بحياتنا. الله يحط المشروع الاكمل والخير الافضل، منشان هيك بيعطي لكل انسان الوقت الكافي ليتقدس.
اما مرات هالمفاجآت يلي منموت فيها بسبب صناعاتنا واختراعاتنا والقصص اللي نحن بنعملها، هيدي ما عن جد عمله معروف، ما طلب سوى بالله، ما اوكي، حدا يربطها بالله. رح يتطيب اللايف بعد ما نخلص مع الابونا، رح ينزل على بيج عندي. ماريا عم تسأل، شو هن الضربات السبعة؟ شو هن الضربات السبعة؟ انا مش سامعة فيهم. ما بعرف، باس. ما بعرف شو قصده، ما بعرف عن اي ضربات سبعة، وين جايبتهم اوكي، يعني، وين قارية هذا الشيء اللي حتى عم تسأل عنه؟ بلكي كان في ضربات الله العشرة، يوقف. شو هن؟ شو الضربات العشرة؟ ما بعرف. هلا في الضربات تبع العهد القديم يلي عملهم موسى بقوة ربنا على الفراعنة حتى قدر يدهر الشعب اليهود، الشعب الإسرائيلي من حكم الفرعون، هودي الضربات يلي بسموهم بالكتاب المقدس. هوديك ما بعرف اذا عم تحكي عن غير موضوع، ما اوكي. بعرف. كان في الله يوقف اللي صار. بيقدر اكيد الله عنده القدرة يوقف كل شيء، بس مش ضروري ومش مهم انه يوقفه. وشو إلها طعمة مثلا اذا الله وقف الزلزال واجا حدا طرقنا صاروخ نووي وروح المدينة كلها؟ على فكرة في سؤال مرق، ما بعرف إذا قطع أو ما وصلنا له، في حدا قال إذا الله خلق هذا الكون كله، ليش خلق الزلزال أصلاً؟ ليش خلق هذا السيستم؟ الله وقت اللي خلق الطبيعة كلها سوا خلقها بانسجام، نحن الزلزال بنحس فيه وبيأذينا وبينزل علينا البنايات يلي مش مرممة ومش محمرة منيح وبينزل علينا الصورة، بس في كتير أمور تانية، وحدة بتاخد مطرح حدا، حيوان بياكل حيوان، كذا كذا كذا، هودي أمور كلها بتشتغل لاكتمال هيدا النظام، لتكتمل الدورة، وفي شيء بموت كرمال شيء ينبت، في شيء بيروح كرمال شيء يخلق. هذا طيب، الكون كامل ومقدس، بس نحن مشكلتنا بالقصص بس اللي بنحس فيها. اوكي، الزلزال بنحس فيه وبيوجعنا بنحكي عنه، بس نحن ما بنعرف انه الزلزال اذا ما وجعنا وما حسينا فيه هو اللي بيخلي الارض تضل متماسكه مع بعضها واخده محلها ومتكامله. اوكي. يمكن الزلزال هو درس لنا على عدة أصعدة، بس شو ذنب الأطفال والناس اللي ماتوا؟ ما ذنب حدا؟ ما بقى تسألوا هذا السؤال يا جماعة، ما ذنب حدا؟ واللي مات الله يرحمه، منشان هيك نحن علينا ان نكون مستعدين للدخول الى العرس. يسوع بيحكي دايما عن الاستعداد، نحن علينا نعيش الخير والاستعداد. اذا انا اليوم عايش الخير المطلق، ومش المطلق يعني ما بقدر اوصل للخير المطلق، بس اذا انا عايش بالخير وعم كمل رسالتي على الارض، شو بهمني انا شو مكان عمري اذا خلصت حياتي؟ ما بهم، ما لقد اكتملت الحياة فيي بالافعال والاقوال والحياة اللي عم بعيشها بملئها. بينما اذا انا شخص بس عايش كرمال الحياة رح ضل اسأل هودي الاسئلة، اوكي. هذا شو ذنبه وهذا ليش مات بهذا العمر وهذا كذا وهذا كذا، بس مش هذا المنطق اللي بدنا نتصرف فيه مع ربنا او نفكر فيه مع ربنا. نهاية العالم عندما نياله اللي مات، نياله كل حدا مات وعايش كان الاخلاق والايمان والمبادئ، نياله، لانه شوفوا نحن عايشين وعم نقول يا ريت منموت مرات، فخلينا نكون عم نعيش صح ومستعدين لاي لحظة. حلو. نهاية العالم عندما يكرز بالإنجيل في كل العالم، صح أبونا؟ لا، استر يا رب، نهاية العالم هي يا عندما رب، تفطر المحبة تأتي يا رب. النهاية. يكرز بالإنجيل قبل نهاية ما في، العالم. طلعت الرعدة معنا باللايف أو لا؟ لازم نستثمر سمعت ببنك رعدة صغيرة. رعدة، لازم نستثمر ببنك السما، صح؟ صح. أبونا التاتو خطية، شو هذا؟ تاتو التاتو هذا على طول بيسألوني إياه. يا خي اليوم ما في شيء خطية إلا ما يكون بيأذي، أوكي؟ مثل رح شبهها بشكل كتير بايخ، مثل اللي بيقولوا لنا إنه أنتم كفار لأنه بتشربوا خمر. ايه أوكي، مسموح أشرب خمر بس مش مسموح أنطفي. يعني كل شيء زايد عن الحدود، كل شيء غير معتدل، غير مقبول. بيجي حدا مرات بيعمل تاتو صغير او تاتو مهضوم او شيء، شو اللي معه مع جسمه؟ بس بيجي واحد بيطرش جسمه من فوق لتحت، هذا عم يأذي يا خي حاله وعم يأذي جسم الله، وهذا لازم يرجع يعيد البحث بينه وبين حاله اذا هو مقتنع بانه ربنا عطاه الافضل، لانه هو عم بغير اللي عطاه ربنا لانه مش مقتنع.
يعني في محل ما عنده نقص معين او عنده ضعف او عنده نعم ما بعرف في شيء بده يبحث عنه بحاله، ليش عم يعمل هيك بجسمه؟ ليش؟ شو الهدف؟ شو اكيد في مشكله، ما حدا بيعمل هيك شيء الا ما يكون في ديب انسايد مشكله فيه، بس هو مش معترف فيها او مش قاعد بينه وبين حاله يسال شو هي. فاذا التاتو مش خطيه بذاتها، وانما الاكسس تبعها والعلامات الشيطانيه اللي بحطوها مرات واستعمالها لعدم الخير هو الخطيه. اوكي، ضربت قصد الابواق بسفر رؤيا يوحنا مريم. هو عم رجعنا تقول على سفر الرؤيا يا حنا يا عمي، هودي هو بدهم موضوع طويل عريض ودراسه. جوك بعتذر، بيجوك ما فيي انا، ما بنحبك فيي اشرحهم ابونا. هلا. اوكي، الله عادل ورحوم، بس ما بس عنده رحمه، يا رب تنشينا لكل الزواعق هون حلوين عم حلوين. بدي خبرك شيء على قصه الزواعق رنا، تنغير جو بعد. امبارح يلا. قد ما خافوا امي واختي واخواتي، قد ما خافوا من الهزات، وطلعوا بالسياره، وعم بحكي مع خيي على التليفون عم بقول له شو عم تعملوا؟ قال لي طلعوا بالسياره ورايحين يصفوا بشي ساحه كبيره واسعه يصفوا بنصها. اوكي قلت له يا عان، قال لهم هلا بدها تنفرض فيهم شي زوعه. تقول كاين في هالسياره ما في غيرها هون بنص الساحه، لانزل على الهواء. يا الله ابونا، يعني تساؤلات كثير كانت، بس عن جد عبينا كثير ايمان وعبينا كثير اجوبه خلال هاللايف يلي كانت مدته اكثر من ساعه. انا بدي اشكرك على وقتك، بدي اشكر كل حدا كان اليوم عن جد عم بيسمع وكان بحاجه لهالكلمات انه يسمعهم. كمان كل حدا شارك بسؤال، كل حدا عمل شير للستوري تبعنا، فقدروا كثار من الناس حضروا وتابعوا. وبدي اطلب من الكل انه عن جد اليوم وبكره وكل يوم يصلوا انه خلال صلواتهم اليوميه انه عن جد الله يبعد الحروب عن كل الناس، من خلال انه يهديهم على المحبه، يهديهم اكثر على التسامح، يهديهم اكثر على الحياه، لانه عن جد الحياه حلوه ابونا، بس الشر والناس صح المتحكمين صح بالدول العظمى مثل ما بنقول، وبهالسلاح وبالنووي، يعني هن عم كانه عم بيتحكموا بحياتنا غصب صح عنا. يعني اليوم اذا صح قرروا الصين وروسيا يعلقوا، نحن بنطلع كبش محرقه، ونحن ما بدنا، نحن بدنا نعيش، نحن ننبسط، نحن بدنا نكبر، نحن بدنا نكفي حياتنا بشكل طبيعي. بقى على طول صلوا على هالنية عن جد، زيدوها، وان شاء الله يا رب بصلواتنا نكون عم نتحد اكثر، حتى نبعد قد ما فينا الشر عنا وعن اللي حوالينا. الفيديو رح ينزل هلا هون على البيج تبع تي تايم. ميرسي للكل، لكل حدا عن جد كان معنا اليوم. شو بتحب تقول كلمة أخيرة أبونا؟ أنا رح أنطلق بالكلمة الأخيرة من اللي قلتيه، إنه الحياة حلوة بس نحن عم ننزعها. هديك النهار كنت هيك مارق بضغط كتير كبير، وضغط فوق الضغط اللي أصلا منعيشه، فوق ضغط الرسالة، ضغوطات الحياة يعني بكتير من الميلات. بيسألني أحد الأشخاص بيقول لي مع كل اللي هلأ أنت قاطع فيه بتقول الحياة حلوة؟ قلت له مش حلوة، رائعة. قلت له رائعة. قال لي لا. قلت له لأنه الحياة هي عكس كل يلي نحن هلأ عم نعيشه وكل يلي بجد نحن عم نشوفه. بس تشيل كل هاو بتعرف شو هي الحياة فبتعشقها. بس نحن إذا بدنا نخلط الحياة باللي عم نعيشه بتكون كتير بشعة. رح أنهي بخبرية وعبرة صغيرة. في أبونا كان يضل يشكر بالكنيسة، شو ما بيمرق نهار إلا ما بيشكر، يا رب أنا بشكرك على هاي، بشكرك على هالشي، بشكرك على كل يوم، شكر شكر شكر. هنيك نهار تخرب الدنيا، يعني ما بيبقى شيء ما بصير، بتخرب العواصف، الأذية، بدء حرب، مشاكل بالرعية، خربان الدنيا، بصيروا قاعدين الناس وناطرين شو بده يقول اليوم لأبونا، حتى نشوف على شو بده يشكر، كله قرفان حياته. بيطلع الأبونا بغمض عيونه وبيقول له يا رب بشكرك من كل قلبي إنه مش كل يوم مثل هذا اليوم. ليك شو حلو واو، صلاة. رجع لاقى شيء يشكر الله عليه. انا بالنسبه لإلي بضم شكري لهذا الشكر يلي شكره هالابونا، مع انه خبريه وعبره، بس انا هيك بشكر وبقول انه الحياه حلوه لانه مش كل يوم مثل هاليوم ومش كل هالفتره مثل هالفتره، الا بلبنان سوري عم بحكي عن العالم كله مثل بعضه. مش كل يوم مثل التاني. وحتى يسوع بيقول اتركوا كل يوم لإله، لأنه كل يوم يكفي شره، كل يوم في شر، بس نحن نترك الله مينو يشتغل بكل حياتنا. وهيدي الشمعة أنا رح أنهي فيها ورح أقول إنه إن شاء الله بتكون نور مثل ما كانوا هالكلمات بقوة الروح القدس، يمكن نور لكتير أشخاص،
إن شاء الله هالشمعة بتكون نور وتعزية لكل يلي فقدوا حدا، لكل يلي مضيعين حدا بعد ما لقيوه، وإن شاء الله يا رب بعد في أرواح تكون عم بيقدروا يخلصوها ويساعدوها، وإذا كان في أرواح ما عم بيقدروا يخلصوها نطلب من ربنا يستقبلهم برحمته وبحبه، ومنشكره على الموت يلي هو حياة أبدية وليس موت، لأنه المسيح كسر الموت وقام. نحن شعب يقوم وحياتنا لا تنتهي. إله المجد بيسوع المسيح للأبد. الله يبارككم. آمين. ماشي أبونا، ماشي، شكرا. باي 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 للكل. باي كل شيء للجميع. اليوم العاصم بعد كفاية، في سؤال كثير حلو مرق، بس يمكن فل الشخص اللي سأله مع أنه هنا، بس عم يسأل الموتى يلي فوق بيعرفوا شو عم بيصير بالأرض؟ إذا الله سمح لهم أكيد، إذا يعني الله إذا ربنا بيسمح للروح تعرف، وعلى فكرة بيشتركوا معنا بصلواتنا. احنا على طول بنقول انه الميت ما في موت، في حياة أبدية، فهن بيشتركوا معنا بصلاتنا، إذا نحن نتشارك معهم كمان بيكون كتير منيح. كلهم عم بيقولوا لك ما تفل ما تفل ما تفل، وعادة عم تزيد وقت، اوريدي زادها وتأخرنا عليه صار 8، يعني ساعة ونص لايف رائع. ميرسي لك ابونا، الله يقدسك، ناطرين نرجع بنعيدها، وعظاتك نرجع ونرجع بنعيدها. بنعيدها اذا الله. ميرسي للكل اليوم، انتبهوا على حالكم والله يحميكم جميعا. باي الله باي. يبارككم. بايرن، ميرسي، باي.